بس معك. اه شفت هلا مبين اللايف، اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. خلينا نشوفها على فيسبوك ونتحدث. بدي اطلب منك جوزيف بليز ترجع تعمل اللي عندك، هيدا مش هيداك. اوكي هلا وي ار لايف. هلا مبين اللايف اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. اوكي اوكي مايك يلا تعملون توصلون عندك على الصفحتين ونرجع منبلش من اول وجديد. ناو وي ار اوكي اوكي تريبيان حنان نجيم منصور سيليا نادر شفت هلا اذا بتطلع على الاسمين بنشوف تمام. اوكي. When you're ready. هلو حنان اهلا وسهلا. منعتذر. هلا عملت انت زاهي اخذها شيف منصور. اوكي. So we can start. اوكي اوكي. اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية ومنعتذر عن الستة وخمسة عم نبلش 6:25 نحن كنا عم نسجل بس انتبهت انه ما عم تعمل شيرنج على الفيسبوك فرجعنا عملنا ريستارت للسيستم. اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية معنا على الحلقة اللي كلكم ناطرينها لقائنا مع الشيف جوزيف منصور. الشيف جوزيف منصور رح يعرفنا عن حاله بعد شوي، بس قبل ما يعرفنا عن حاله خليني بس اخبركم. نحن رحلتنا هلو فروم فرانكفورت، هلو كارين. نحن رحلتنا رح تكون طويله مع الاكل لانه خاصه الاكل اللبناني غني كثير، والاكل اللبناني خاصه اللبناني يلي من زمان منتشرة عنا بلبنان، وعطول إذا بتقعدوا نقعد على سفرتنا، سفرتنا عطول كتير غنية بمأكولات يلي هي كتير بسيطة وحبوب، بس هيدي بساطتنا نحن بلبنان. من جرن الكبة للني للمنقوشة يلي صارت بلا كتير مرتب، للمقشاوي، لكل شيء. نحن عنا اليوم شيف رمزي أخذ المدى اللبنانية أخذها حول العالم غيرها على طريقته. نحن رح نشوف الشيف رمزي هو اليوم يخبرنا عن حاله، يخبرنا عن مسيرته، وأكيد رح يكون في عنا كثير أكل وعنا أسئلة. أهم شيء بدنا نعرف عن السمكة الحرة والكربة والفتيل والتنقاص والمكبوس، واهم شيء بدك تخبرنا على مون الكفته. بس قلت شيف رمزي، قلت شيف رمزي ما بعرف ليش. هلا قدو شيف جوزيف منصور تعلم منه اكيد. معكم شيف جوزيف منصور وانا بديع هريش، بعتقد تعودتوا علي. وبس تخلص الحلقه رح تكون على الفيسبوك ورح تكون على الاي تشانل على اليوتيوب، ترجعوا تحضروها على لوحه. شيف جوزيف اول شيء نرجع منبلش من الاول، نطلب منك تعرفنا عن حالك. شيف جوزيف منصور من لبنان اكيد، من منطقه اسمها راس بعلبك من البقع. تخرجت من لبنان، درست فندقية بلبنان واخذت شهادة، وبهيدا الوقت كنت عم بشتغل باهم الشركات بلبنان، فايف ستار ريستورنت بلبنان، وعملت الخبرة اللي لازم اعملها باول مسيرتي قبل ما اطلع لبرا. وبرا اذا بدك صارت في النقلة النوعية وبلشنا بغير قصص، ولوصلنا لهيدي المرحلة اكيد. هلا باللايف بنقعد نشرح اكثر شو عملت. تعلقت بهيدا الدومين، في شخص صراحة بيقربني أكبر مني بالعمر اسمه جاك، فات على هذا الدومين وأنا حسيت إنه لازم أنا هيك مثل بيقولوا صارت الحشرية أعرف شو الفندقية، شو المطبخ، شو هالقصص. وكنا كتير متعلقين بلبنان بالفستيفلز بالستريت فود، هذا الشيء كمان خلاني هيك فكر أكتر وكون متحمس أكتر لهيدا الدومين. وهيك انطلقت من هونيك، تخرجت بلبنان وصرت بالدول العربية حاليا. بس قبل ما انطلقت عن طريق جاك،
نحن بنعرف بالطلع معنا شخص بالبسيكولوجي وقال كتير مهم انه الطبخ يكون بالبيت وريحة الطبخ تكون بالبيت، لانه هيدي الشغلة بتشكل علاقة كتير حلوة بين الولاد واهلهم. انت كيف كانت قصة الطبخ عندكم بالبيت؟ لانه هيدي القصة انا كتير حبيتها لما خبرتني اياها. إذا بدك يعني أهم شيء بلبنان إن نحن نعرف نهار الأحد جمعة العائلة والطاولة والمازة والقصص كلها سوا. مرة كنت حب شوي هيك، كان بعدي ما بعرف شيء بالدومين ولا مفكر بالموضوع أكثر، كنت هيك حب حط شيء مع شيء، خلط شيء مع شيء، دوق لقمة حمص مع خبرية تانية. فهذا الشيء هيك شوي ساعدني يمكن وخلاني بلش فكر اكثر بالاكل او بحب الفكره اكثر هيك يعني. ما في شيء ثاني. لبنان، انطلاقتك بلبنان، انطلقت بمطعم ولا انطلقت بكذا محل؟ كنت بفرد محل انطلقت؟ لا، بلبنان غيرت كذا مطعم، اشتغلت باهم المطاعم بلبنان، يعني ما رحت على، اذا بدك كنت من الاول عم جرب اشتغل الموضوع صح، يعني ما رحت على مطعم اذا بدك بالضيعه او سناك صغير، هيدا الشيء ما عملته لانه كان بدي انا اخذ الشيء الصح من الاساس، مش بس من الاكل، اذا بدك بطريقه الشغل، بالفود سيفتي، بالنظافه، بكل هالقصص يعني. فكنت عم نقل المطارح المهمه بلبنان يلي هي 5 ستارز اكيد. وفي شركه من الشركات ضليت فيها بلبنان تقريبا 5 سنين. هيدي الشركه كمان كانت متنوعه فيها كذا مطعم وبرمتهم كلهم واخذت الخبره اللي لازم اخذها. ونفسها هي الشركه يلي ودتني انا لبرا على دبي، وهونيك كفينا بطريقه ثانيه مختلفه اكثر. إذا بدك بس عملنا. نعم، بدبي شو عملنا؟ بدبي إذا بدك الفترة اللي أنا طلعت فيها على دبي كنت ماني شيف، كنت أنا شخص عادي طالع ساعد الشيف. سأب يمكن شانس لإلي أو يمكن فرصة إنه الشيف يلي كان صار له زمان كتير برا قرر يفل، فعطوني شانس لإلي بلا ما أنا أعرف. وبظرف تقريبا 20-25 يوم انا قدرت اكون مثل ما بيقولوا ادى، وانعمل معي ميتنج وقالوا لي انه انت رح تصير الشيف هون، وقريبا رح نفتح فرع بغير اماره، كنا بدبي فتحنا فرع بالشارقه وانت رح تكون الشيف تبع الشركه. وكنت مبسوط كثير بهذا الموضوع. شو كان الاكل يلي كنتوا تطبخوه اكثر هونيك؟ لانه بنعرف نحن دبي مثل يعني عم نحكي ميدل ايست. نو نحن كنا بمطعم لبناني بيور لبنانيز، بس كان السبيشل تبعه انه نحن ما كان في عنا شيء مقلي، كان كله هيلثي، يعني كنا الكبه مشويه، رقاط مشويه، البطاطا مشويه، ما كان في عنا فراير اذا بدك، يعني ما كنا نقلي شيء. فهيدا الشيء كان يخلي العالم تجي اكثر لعنا وتحب الاكل بهيدي الطريقه. واللافت يلي صار انه بالفرع اللي كنت مستلمه انا باماره الشارقه اخذ ضجه كثير كبيره، مع انه معروفه الشارقه منا مثل دبي، يعني ما كان فيها الحياه الاجتماعيه الاكثر مثل دبي. نقدر نعمل شغل كثير كبير اكيد بالمساعده مع كل الاداره. وكان الاول المطعم اللبناني الاول باماره الشارقه يلي كان معروف، حتى كان يجي لعنا الشيخ بن سلطان، كان يجي لعنا على المطعم. وتطورت القصص لحتى اشتغلنا اكثر على المنيو، وتطورت المواضيع اكثر معنا. اجى التلفزيون من التلفزيون الاوكراني كرين تي في، اجى صور معي بالمطبخ، عملنا شو كتير حلو هيك، فرجينا شوي التراث اللبناني والاكل اللبناني والمازات كيف بنعملها، وكمان هيدا كان شيء كتير حلو بوقتها. اوكي، وكنتوا تدخلوا شيء مهرجانات هونيك ولا كنتوا تضلوا بس بالمطعم؟ ما كان في، نحن ما كنا من النوع اللي ننزل مهرجانات، بس يلي صار وقتها انه كان في مهرجان الشارقه
بسنة 2016 كان فيها أهم شفية العالم العربي، يعني كان في شيف محمد أرفلي، كان في شيف سلطان، ناس معروفة يعني. فكنت أنا من بيناتهم، ما بعرف ليش كان هذا فخر كتير كبير لإلي إنه أطلع وأطبخ لنهارين بهيدا المهرجان بالذات، وكنت كتير مبسوط أكيد، مع إنه ما كان في شفية منا معروفين، وحصلت وقتها على جائزة تقدير من المهرجان ومن الشيخ تبع الشارع، إمارة الشارع. برافو. طيب حتى ما نطول حكي بس عن الحكي، رح نرجع نحن بعتقد من بعد هون، رجعت انت على لبنان وجربت تدخل على كل الميلز، رح نرجع لهيدي. خبرني شو هو بالنسبة لإلك انت اكتر شي بتحب تطبخه؟ اكتر شي بحب اطبخه يعني، لكن ما في شي معين صراحة بيأثر فيني بالمطبخ انه هذا هو الشيء اللي بدي اطبخه على طول او ضل يعني اكل منه من فتره لفتره. كل الميزة اللبنانيه متعلق فيها وكلها بقدر اكون عم بطبخها هيك بشغف وبطريقه كتير حلوه، فما في شيء معين بعتقد، يعني بعتقد عندي اياه سبيشل، كل شيء هيك بيخطر على بالي بقدر ببلش فكر فيه واخترع له قصص. طيب إذا بدنا تخبرنا شوي، ما بعرف إذا بدك بعد شوي نبلش نورجي سوا، خبرني شوي عن المنيو تبعك، شو اللي غيرت فيه التراديشن؟ صار دخلت عليه الصور اللي عندي اللي أنا شفتها، هي صور كثير مهمة. هي الفكرة قلت لك عن الموضوع، هو هيك صار بطريقه هيك مهضومه كثير. كنت قاعد عم بحكي انا وبيي بلبنان وعم بقول له خلص انا الاكل اللبناني خلص ما بقى بدي اشتغل فيه، وانا لازم اروح اعمل خبره ثانيه، فوت على المطبخ الفرنسي، المطبخ الايطالي، المطبخ هيك عم يتحدث يعني بطريقه عفويه. فقال لي انه في الواحد يكون عم يبرع بالاكل اللبناني، انه فيك تتميز. هلا اكيد قصادها بطريقه معينه، وانا ما كنت مفكر من الاساس بالموضوع، بس ما بعرف ليه علق هذا الشيء براسي. قلت انا ايه انه ليه اليوم الميزة اللبنانيه بدها تضل هيك مثل ما هي، ليه ما تغيرت؟ انه ليه ما فينا نعمل شيء؟ ومن هونيك بلش انا مثل ما بيقولوا الشغل بيني وبين حالي والتفكير، واعمل سيرش كثير، فكر كثير. يعني اذا بدك وصلت لمرحله انه اقدر اخذ كونسبت معين، يعني اليوم لاعطيك اكزامبل الكريم بروليه، كل العالم بتعرف يعني كريم بروليه، هيدي الشيء الكريمه اللي بتكون عليها سكر محروق، وبيجي الجست بالمعلقه بيكسرها وبيبلش ياكل الكريم اللي جوا. انا اليوم مثلا هلا بهيدي الفتره الاخيره عم بعطيك اكزامبل لتشوفي انا كيف بتطلع معي الافكار، انا اخذت الكونسبت تبع الكريم بروليه، يعني هيدي كسره المعلقه اخذتها وبدي احولها لشيء لبناني، بس اكيد منه دسير ومنه كريم بريلي، بس انا هيدي طريقه المعلقه وناكل عم بخدها وعم حولها لميزة لبنانيه، وقريبا رح تنزل الصوره عندي اكيد على البيج وكل العالم رح تشوفها. خليها هيك شوي سيربريز. اوكي طيب خبرنا عن الباقيين، خبرنا هلا هون نحن عم نتفرج على صوره نحن هلا رح نتفرج على صور في اشياء انا منزلتها من عندك من الفيسبوك. اوكي هيدا هون هيدا متبع للعجمي. نعم متبع العجمي، كل العالم تعرف المتبع، البابا غنوج، هو الباذنجان المشوي مع الطحينه يلي بناكله هيك بكل المطاعم اللبنانيه. اليوم حبيت اعمل له خلطه متبع العجمي، خلطه من الجوز ومن الرمان ومن الزباع، كثير بحب انا استعمل على فكره الزباع بالميزه اللبنانيه بالخلطات لانه طعمته مخيفه، كثير طيب. أوكي. واكيد الرمان كثير طالع علي صيت هيك بالعائله انه انا شف الرمان، كثير بحب احط رمان بصحونه، فهيك قدمته بهذه الطريقه هيك
الحلوه والسبيشل. اذا بدك ما في كتير بقلبه في شيء فيوجن، هلا القصص الفيوجن بنشوفها بعد شوي. طعمته رهيب يعني، يا ريت فينا ندوقهم يعني اللي عم يشوفونا هلا وعم بيحضر. تقريبا عم ندوق، بس خليني انا اسالك بالنسبه للباذنجان وللحمص، في شيء فرق بين لما نستعمله بالبيت لما نعمله بالبيت ونحط له بس حامض وتراتور وحامض وطحينه وملح وثوم، كيف فينا نعمل له صح. ايه اذا فيك تخبرنا عن الباذنجان وعن الحمص، وبعد بعدين ما هيدي الباذنجان انا بعد ما خلصت انا بعد عندي اسئله بدي اعرف شو في على من فوق. مي مي هو اجمالا المتبل ليعطيكي هيدا اللون الابيض اللي انت شايفتيه هو اللبن. اللبن هو اساسي بالمتبل. يعني اليوم بس اعمل باذنجان، نشوي الباذنجان ونقشرها ونصفيها ونحط الحامض وزيت زيتون والملح اكيد والطحينه، نحط شويه لبن معهم، اول شيء بيعطينا هذا اللون الابيض وبيعطينا طعم كثير طيب بالمتبل. اوكي نفس طيب. نفس الموضوع بالنسبه للحمص، سالتيني عن الحمص، الحمص ما في بقلبه لبن، بس هيدا اللون الابيض يلي اجمالا بتشوفوه ببعض المطاعم، مش كل المطاعم بتقدر تصيب التكنيك 100%. اليوم الحمص ليطلع معنا كريمي وسموزي هالقد ولون ابيض، بدنا تكون كثير عم نغسل الحمص قبل السلق وبعد السلق. في ناس ما بتغسل الحمص بعد السلق، بتفكر انه خلص استوى وصار فينا نطحنه ونشتغل فيه، بس المي تبعه للحمص من بعد السلق لونه اصفر، وهذا الشيء العالم كلها لازم تركز عليه. هيدي المي لازم تتغير على القليله 3 مرات، واهم شيء تضل الحبه فتره، يعني ما يسقع الحمص نقول بكره نطحنه مثلا، لازم تضل فتره. ليش؟ كرمال بس نطحن الحمص يكون عم يعطينا هيدا الكريمي بالاول، وقد ما فينا اكيد اكيد في ناس كثير رح تلاقيها صعبه، بس قد ما فينا نشيل منه قشر بيكون كثير منيح لما يبطل يبرغل. اذا شلنا القشر قد ما فينا رح يضل الحبه بس، ورح ناخذ هذا الملمس اذا بدك للحمص. اوكي طيب قبل ما ننقل من صورة الباذنجان، اذا بنطلع فيها على الوش شو فيها؟ فيها بصل قلية بصل المكرمل، هو شايفتيه هو باذنجان، كمان باذنجان مفروم ناعم بيتقلى مع البصله، وفيها سكر اسمر هيدي الخلطه، وفيها جوز ورمان وزباع وبندوره اكيد، وفي نعنع مفروم ببين اكيد بالصوره، واهم شيء الزباع بهيدي الخلطه. بدي بس لكم يلي اليوم فكروا انه رح يخلص من هيدي الحلقه ويعملوا رجيم، صدقوني. طيب رح انقل على صورة ثانية. كمان باذنجان. كمان باذنجان. هيدا الراهب إذا بدك، معروف بلبنان هو الراهب. معروف إنه بيفرموه وبيحطوا فيه الخضرة وزيت زيتون وبيقدموه. اليوم لطلع معي هيدا الشيء، أخذت الكونسيبت تبع فستان العروس، يعني شوفي كيف الأفكار بقدر اخذها واشتغل طبقها بالصحن. اخذت اليوم كونسيبت فستان العروس يلي يعني بيجي هيك مفتوح وكثير حلو وبعقد، ووسط طل العروس هيك العالم كلها بتطلع على الفستان تبعها. حبيت الباذنجاني انا حورها لفستان وزينها بالخضره تبع الراهب يلي يعني متعودين عليها، بس بطريقه غير. يعني هيدا الصحن مثل ما شايفتيه، بس تحطي عليه الصوص الحامض وزيت زيتون والثوم، ساعتها فيك تبلشي يعني تاكلي منه بطريقه حسب ما بتحبي. عندي سؤال، الباذنجان وبيقولوا الباذنجان يلي فيه حبوب فيه بزر او بلا بزر، في شيء فرق بيناتهم بالطبخ؟ 100% 100% بمرمر شوي، في نوع من الباذنجان بمرمر شوي، فالافضل نحن بس نقشر الباذنجان هي سخنه تحت المي، نفتحها شوي صغيره، شو في بقلبها هيك قطع بزر، من الافضل انه ينشالوا، هلا ما رح ينشالوا كلهم، بس الافضل انه نشيل الكميه الكبيره اللي بكونوا معلقين ببعضهم. اوكي، قبل ما انقل من هيدي الصوره بليز، بدي لانه عم بيجيني المساج بالنسبه للسمكه الحاره. اوكي. خبرنا شوي عن، لانه انا بعرف السمكه الحاره يلي بتنعمل مع الطحينه، بس في السمكة الحارة الطرابلسية والبيروتية، وبقى إذا بتخبرنا شوي عن السمكة الحارة.
اوكي، السمك الحر هي اجمالا حسب اللي اعطيكم انا الروسيت تبعي واللي اكيد بس تعملوها رح تدعوا لي. اهم شيء الفيليه تكون فريش، جايبينها فريش ومصفاية اكيد، محطوطة بالبراد لترتاح لتاني نهار، ومغطاية بشقفة رطبة ليطلع منها كل الجوس اذا بدك، ويضل فيها اللحم الفات يلي بقلب السمك. الافضل انه ننقي يا هامور يا لقص يا ريد سنابر، يعني هودي الثلاث انواع للسمك الحرة بيرفكت. اوكي، فينا نكون عم نشتغل فيهم. هلا في ناس بتروح لغير قصص، ما في مشكله، بس انه انا عم بعطي هودي القصص البيرفكت ثلاثة ايتم بتقدر تشتغلي فيهم وتعطيك طعم كثير طيبه. ما بدها شيء، منبهر الفيليه، بنحط معها مواد عطريه اللي هي ورقه غار، جزره، نص بصله، عود قرفه، شويه مي على الفرن، نشوي الفيليه لحالها على حراره 180، وحسب الوقت حسب الوزن تبع الفيليه. يعني اليوم نقول فيليه كيلو بتاخذ لها 30 ل 35 دقيقه. هيدي خلصنا من الفيليه. بالنسبه للصوص بنعمل هلا صوص الحر. بالنسبه للصوص، بصله ناعمه اكيد مع زيت زيتون على النار، بنحط لها شويه فليفله حمراء، فليفله خضراء، واكيد حر احمر حر اخضر مفرومين ناعمين، كزبره، حامض، بندوره مفرومه ناعمه، مي غمرتهم مش اكثر ليتعقدوا مع بعضهم اكيد، بنحط معلقه رب بندوره، معلقه صغيره رب الحار، واللي بيحب يتركها للصوص اخر شيء من بعد ما تهلط على الاخر مثل ما بيقولوا هلطت، يلي بيحب يخليها مثل ما هي ويحطها على وجه الفيليه بيكون بيرفكت، واللي بيحب يطحنها اخر شيء بالهاند ميكسر كمان في يعمل هيدا الموضوع. وها هي بيقدم حتى بطاطا حره، بيقدم حتى سلاد روكا، وحسب كل واحد ذوقه. انت السمك بتعملها هيك مش مع الطحينه، يعني هيدا اللي بفهمه منك. لا مش مع الطحينه، لا. أوكي. هلا هيديك الطريقه اذا بدك انا بسميها طاجن سمك حر. بدي مع الطحينه يعني قليه زيت زيتون، بصل، جوانح، بنعمل مثل طراطور معهم بهيدي الطريقه، بنزيد له بابريكا وبنزيد له شويه رب الحر، بصير لونه عندنا هيدي الصوص الحره مع الطحينه. والسمكة بنكون كمان مشويينها بذات الطريقة. اوكي تريبيا، انا بس عم بقرا تشوف المساجات. اوكي تريبيا، هلا رح نرجع. قبل ما نكفي الصور بدي اخبركم شيء كثير حلو انا حبيته لما كنت عم بحكي مع شيف جوزيف عن مونة ستة. مونة ستة أصلاً التيك تبعها كتير حلو، رح خلي شيف جوزيف يخبرنا عن مونة ستة المحل اللي هن كانوا فاتحينه وشو هو، ورح نرجع على المنوع ما تبعده. أوكي، مونة ستة هي فكرة هيك عفوية طلعت، يعني مع الاسم عفوي هين كتير. مونة ستة كان المونه يلي بتعملها سته بالضيعه، يلي بنطلع كلنا هيك بلبنان نعرف نطلع على الضيع، بنفوت على النمليه لعند سته وبنفتح الخزانه وبناخذ مربى وبتكون محاطره كشك. الفكره اجت بهيدي الطريقه، انه ليه ما بنقول انا هيدا الشيء لبيروت؟ ليه ما بيصير تحت عنا؟ وهيك العالم تنبسط وبتصير تيجي تاخذ مونه من النمليه، من يعني من هيدي الطريقه المهضومه. فهذا الكونسبت اجا، هي سته، هلا سته الله يرحمها تعيش امبي، بتكون كانت من الستات يلي بتعمل مونه انواع غريبه عجيبه، يعني مونه ما بتخلص معها. مثل شو؟ يعني الزعتر، الكشك، الشنكليش من ايديها، اللبن، اللبنه. على فكره هي كان عندهم فارم اذا بدك فوق بالضيعه بيبيعوا لبن ولبنه والاخبار كلها سوا. وربيت انا بالضيعه فتره طويله، يعني 5 6 سنين كنت كل صيفية اقضيها فوق، فربيت بهذا الجو مع مطرح ما بيروبوا الحليب وبيعملوا اللبن واللبنه والقريشه والاخبار كلها سوا بتعقد. وكان كثير يلفتني، بس كانت تجيب الحبوب المشمش وتيبسهم برا وتشيل منهم البذرة وتيبسهم، والخبار المهضومة كتير اللي ربينا عليها.
تعلمت منها هالقصص؟ إذا بدك ما تعلمت منها أكيد، بس ما كنت أنا بمرحلة إنه أسألها هيدي كيف علميني، ما كنت أعملها لأنه يمكن ما كنت شايف حالي بعد إنه رح أوصل أنا بهالمرحلة، يمكن عوزهم. بس اليوم اللي شيء أخذته منها لست الشغف، الشغف بال بال بالشغل هيدا يمكن اللي أخذته أنا منها، وقدرت هيك يعني مثل ما بيقولوا النفس، نفس دور أساسي كتير كبير اليوم بس تطبخي او بس تعملي اي شيء بتعلق بالاكل. فهيدا الشغف اخذته منها، وفي كتير صور تقطع على راسي بعدني حافظها، يعني استفدت اذا بدك، ما خسرت ابدا. ما بعتقد نحن خسرانين من هالقعده معك. خلينا ننقل على كم صوره قبل ما ناخذهم على ايطاليا. اوكي، الباذنجان شفناه كمان كمان باذنجان، بس تشوف انت على طول في شيء جديد يعني. مزبوط. هيدي الباذنجان محشيه متبل، بس في الخلطه اكيد مختلفه. بدي احكي شغله كثير مهمه بهيدي النقطه هون، انه الشيء اللي خلاني انا اوصل لهيدي المرحله انه اطلع انا باليوم بس نروح على باريس او على فرنسا او على حيلا بلد ثاني ناكل قصص هيك جورمي ستايل ومرتبة وسكينة وشوكة فقلت أنا ليش الميزة اللبنانية ما بنعمل بهذه الطريقة؟ يعني ليش ما نعمل صحن مرسوم ميزة لبنانية؟ يعني هو لبناني بيور لبناني بس يكون لوحة. هيدي الشيء أنا اللي كتير بهتم فيه بالصحونة، إنه أعمل صحنة لوحة. في كتير عالم بتحب وعم تنبسط بهيدا الشيء. فهيدي اللي شايفينه نحن قدامنا هلا هو متبل رول سميته. باذنجان سلايس مشوي على الجريل عادي من برا، بس الحشوة جوا مختلفة، المتبل العادي المعروف، بس أنا ضايف له بصل أخضر وجوز ورمان وبندورة ودبس الرمان بالخلطة كلها سوا، عاملهم هيك بطريقة مهضومة ولففهم مثل ساندويش، وحاطط مثل بتشوفي برا مزين فيهم بالجوز ودبس الرمان والبندورة، فصحن كتير مهضوم وحلو طالع. صحيح. هيدا من المانيو، من النوع المانيو، صحن من الصحون اللي عملتها بلبنان ببعض المطاعم بلبنان. هيدا المانيو كان بلبنان صح. هيدا باذنجان كمان، شكلي انا معلق بالباذنجان بس مش منتبه. هيدا هيدا باذنجان طيب، يعني ما في حدا بلبنان غير ما بيحب الباذنجان، بس هيدا شكله لبني. هيدا بسطرما كارباتشيو الصحن اسمه، اخذت الاسم من برا كارباتشيو. حبيت خلي البسطرمة انا على طبيعته، بس ضفت له هيك شويه قصص ليطلع صحن ميزه طيب. يعني اذا بدك خلطت بين اللبناني والارمني هون شوي، حطينا الباذنجان المشوي من تحت بطريقه هيك مثل ورده، حطينا عليهم لبنه بالثوم، مش لبنه عاديه، لبنه متومه مع نعناع يابس، وحطيت البسطرمة بهيدي الطريقة مع شوية بندورة تشيري توميتو مطبوخين على الحرارة واطي كتير ليصيروا دراي، سان دراي توميتو إذا بدك، وزيناها هيك بشوية دبس الرمان من فوق شوية نعنع، كومبينيشن كتير طيبة. اللي عم يحضرنا هلا يجربها رح ينبسط فيها كتير. أصلا أنت بتعرف إنه يلي بيحب البسطرمة بيكلها مع لبنة، انه الكومبينيشن عملتها الكومبينيشن هيدي، شو بيقولوا الكالتشر جمعتهم بين بعضهم، هيدي شغله كثير مهمه. وبآخر النهار نحن كلنا بعتقد بنستعمل زيت الانجريدينتس وزيت البهارات، بس في ناس بتستعمل شيء حد اكثر من الثاني او اتسترا، بس تراست مي هيدي رح ذوقها لانها كثير طيبه. ضروري كمان. انا اكيد انه بقلبها باذنجان. لا هيدا الصحن، هيدا الصحن عمل شغل كتير كبير نهار اللي عملته بلبنان، العالم حكت فيه، كان بمنيو من بعض المطاعم بلبنان اللي عملتها، وصراحه اخذ ضجه كتير كبيره، وحتى المطعم يلي كنت عم بعمل فيه المنيو عمل اذا بدك حزوره عن هيدا الصحن قبل ما يعمل الري اوبننج تبع المنيو،
وحذر العالم كله اللي بيعرف شو هيدا الصحن بيطلع له شيء كادو معين ما بعرف ناسي شو الموضوع بس اللي بدري يقول لك انه هيدا هو شانكليش كان بدي اقول لك شانكليش ربحت انا ربحت انت هلا ما بعرف كيفك اوكي شانكليش مغمور مش مبين هيدا البول بس تفتحيه ملون كله من جوا يعني يا ريت ما بعرف اذا قدرنا نبعث الصورة الثانية تبع الشانكليش المفتوح بس هلا بس بعد ما خلصت اسألك عنه بدي اسألك عن الشانكليش الشانكليش كلنا بنعرف انه لبن بنحطه بالكيس تروح ميته بتعطينا شوية تكنيك عن الشانكليش 100% الشانكليش اذا بدك هو اساسه قريشة أوكي. القريشة يلي بنقدر نشيلها نحن من بس يكون عم يغلي اللبن الحليب هيدي القشوة اللي بتطلع فوق الحليب الطازة ناخد القريشة ومنصفيها مثل ما عم تقولي انت بهيدي الطريقة لتصير هيك جديدة كتير اوكي ومنضف لها كمون بابريكا سماء حر ومنعملهم بولز ومنحطهم تقريبا 24 ساعة على برج المروحة تبع البراد او حال محل يكون ضارب الهواء وبينشفوا كتير مزبوط ليشدوا على بعضهم ونرجع نقسم الشانكليش نحن حسب نحن كيف منحب فينا نعمله بالزعتر نلطه من برا يكون كله هيك لونه احمر او بالسماء او بالحار اوكي سو هنا هو الكونسبت الشانكليش اذا بدك برا بيو اس اي ولندن في كتار عم يسألون انه كيف نقدر نعمل شانكليش ما عندهم قريشة ففي ناس اللي عنده ريكوتا تشيز بيقدر ياخذ هيدا النتيجة بس مش 100% مثل بلبنان عنا يعني بس انه بيقدر يعمل يستعمل الريكوتا تشيز ويعملها شانكليش بزبط معه اوكي صورة كتير عنا أسئلة رح نترك الأسئلة للآخر نطوري نحن ما رح نخلي شيف جوزيف يفل غير ما يجاوب على كل الأسئلة تبعكم بس بعد في كتير إشياء بدنا نغطيها سو من هيك جانا باتنجان أنا برأيي نقفس باتنجان باتنجان هون بلشنا خارطة المنقوشة البريزنتاسيون تبعيتها different yes. فينا نحضر شوي يعني إذا بدي كون المنقوشة ما فيها طعمة غريبة منقوشة عادة يعني ما فيها شيء سبيشال أنا لك قبل ما تكون المنقوشة كتير عادة لأنه أنا قصة الزعتر يا زعتر بتنسى بعرف انه الدنيا ذوق ويمكن واحد بيحب حامض وواحد بيحب حد وواحد هيك انت شخصيا انا بدي اسال انت اليوم شيف جوزيف اي زعتر بتحب تستعمل بالمنقوشه هلا هو الزعتر البلدي يعني اللي بيطلع من الارض في نبته زعتر بتعطي هيك روس كثير صغيره موجوده عندنا بلبنان مش ما بعرف هلا مش هنقدر نفرج الصوره للناس بس هيدا الزعتر هيدي نبته الزعتر هي اللي بياخذوها بحوشوها بالضيع وبيروحوا بيبسوها بيطحنوها بيزيدوا لها سماء وسمسم هيدا النوع الزعتر افضل للنقيش يعني بيعطيك طعم كتير طيبه في ناس تخلط الزعتر بقصص ثانيه وكرمال التجاره اكيد بس الافضل الواحد يستعمل هيدا الزعتر اللي بتكون نبته تبعه كتير صغيره اوكي عندي سؤال لما السمسم بدهم يحطوه السمسم بحطوه بالفرن شوي ولا بس دايركت في ناس بتخليه ابيض مثل ما هو لانه من بعد ما انت عامل الخلطه وتشوي المنقوشه بيرجع بيعطيك التكستشر والملمس والطعم نفسه وفي ناس بتعطيه شويه لون زياده بترجع بتضيفه للزعتر كمان يعني اثنيناتهم بيعطيك نفس النتيجه وهلا نحن اللي عم نشوفها الصوره هي صوره صحيح منقوشه منقوشه بس هيك بطريقه هيك بتشتهي تكليها هيدا اللي بالنص هو لبنه لانه يعني ربينا هيدي طيب المنقوشه مستحيل متغطيه بلبنه يعني الزعتر واللبنه اخوات ف
وإذا بتطلعوا على الخيار كيف مقصص؟ ايه هيك شوي فانكي اكثر، غورمي ستايل، إليجنت اذا بدك، يعني اذا بدك انا احترمت المنقوشه. اوكي، بالنسبه للعجينه في شيء معين بدك تخبرنا اياه عن العجينه يلي مستعملها ولا ريجولر عجينه؟ لا لا ريجولر عجينه، بس اهم شيء بكل شيء نحن عجين بنعمله اهم شيء نعطيه وقته بالرياحه، يعني ما نستعمله نستعجل، يعني الواحد بس بده يعمل شيء بقلب بيته، عم نحكي احنا هلا هوم ميد، طالع باله ياكل منقوشه يعملها بقلب البيت وهيك يريح العجينه. في في فيك اليوم انت تعمل عجينه بلا خميره وتاخذي نتيجه كثير رائعه فيك، بس تعطيها وقتها، يعني اعطيها 45 دقيقه ترتاح واشتغلي فيها وبتاخذي النتيجه كثير طيبه اكيد. اوكي، في قصة الزباع مع المنقوشة بيستعمل، حدا عم بتقلنا اوليفيا عن الزباع مع المنقوشة 100%، كمان الزباع من نوع الزعتر اللي كتير طيب بيستعمل بالمنقوشة بيعطيك طعم كتير طيبة. على فكرة انا ما عم بقدر اقرا الكومنتات كرمال ساعدك شوي، مش مبين عندي ف مش مشكلة، رح ترجع تشوفهم هلا كلهم لانه انا مزغرة الصورة لانه عم نورجي الصور يلي عم. هلا هون عنا كبة، وبس نحكي عن الكبة بدي بلش بالكبة النية وبعدين انقل للكبة المكبكبة وللكبة بالصينية وللكبة اللقطين وللكبة بكبة سمك وكبة كل الكبة. في اسئلة كثير، في اسئلة كثير 100%. اوكي بدي بلش بالكبة النية. اوكي الكبة النية معروفة لازم تكون هبرة، اهم شيء بالكبة النية انه نستعمل برغل ابيض مش برغل اسمر. الشيء اللي بيطيب الكبة النية هو المردكوش والحبق، او دي نوعين اعشاب ان البيرفكت لتكون انت عم تاخذي كبة نية بطعمتها، يعني تنبسط كثير فيها انت عم تاكليها. اكيد ملح مع شوية بهار، البرغل بنحط شوية بهار حلو، إذا اللي برا ما عنده بهار حلو واللي ما بيوصل له بهار حلو بيقدر يستعمل 7 بهارات. هاي الكبة النية بكل مثل بيقولوا simplicity، بس أهم شيء نكون عم نستعمل مردكوش وحبق، وإذا في عنا حبق فريش نفرمه ناعم بالخلطة بالمكنة بيكون أطيب وأطيب من اليابس. اوكي، السؤال الثاني بالنسبة للكبة النية اللي نحن بنعرفها على الطريقة القديمة كانت تندق دق بالجرن. 100%، كانت تندق بالجرن وتنعمل إذا بدك فروم سكراتش، يعني بيجيبوا اللحمة مثل ما هي مش مفرومة ولا شيء، هيك كيوبس بحطوها بالجرن وبيبلشوا يدقوا فيها وبتاخذ لساعات، يعني بس مستحيل واحد يدق كبة نية مثل هيدي الطعمة تبعها، يعني حتى قد ما رحنا وصار في عنا مكانات واشتغلنا مثل الكبة على الجرن وقليل اللي بعدهم عم بيعملوها بلبنان مش كلهم، هيديك غير قصة، هيديك غير قصة، هي عم تندق بينضف لها البرغل بينضف لها المردكوش، في ناس بتحط لها هيك قرن حار، يعني اهم شيء كمان نكون عم نستعمل مي مسقعة وتلج لنقدر نضلنا اول شيء محافظين على الملمس تبع اللحمه، واهم شيء الحراره، يعني اذا بدنا نستعمل كبنيه ونقعد نشتغل فيها لوقت طويل لازم على طول يضل في حدنا كاسه مي وثلج ونضلنا كل شوي نبل ايدنا فيها كمان نحافظ على الحراره تبع اللحمه، لانه نحن عم نشتغل بشيء ني ونخاف انه يصير في بكتيريا او الخمر، اهم شيء هذا الموضوع. اوكي ثانك يو. هلا خلصنا من الكبه النيه دخلنا على كبه اللحمه العادي بالصينيه. اوكي برغل، اذا كنا نحكي عن البرغل والبصل شوي والانجريدينتس شو اللي بنحطه فيها؟ على طول باي نوع كبه، اذا كانت دجاج، سمك، لقطين، باذنجان، حي هذا نوع كبه، البرودوي اللي عم نستعمله لنقول كيلو لحمه، كيلو دجاج، كيلو سمك، بده يكون في مقابله كيلو برغل، شو ما كان، حتى كبه البطاطا، حتى كبه العدس. اوكي. يعني هيدا شيء مثل بيقولوا نعتمده على طول. بيعطينا نتيجه كثير حلوه، انه يكون الكيلو له بمقابله كيلو.
سو بالنسبة لركيب اللحم اللي احنا عم نحكي عنها اكيد كيلو برغل اسمر. اذا هلا عم نحكي للقراص انا بفضل روح للبرغل الاصل الابيض. أوكي. واذا عم نحكي كبه مشويه على الفحم او بالفرن بروح انا على البرغل الاسمر. اوكي اوكي سو العجينه بتاخذ كيلو بكيلو اكيد بصله ناعمه بنحط قرفه و7 سبايسز سبع بهارات او بنحط بهار حلو. وبلبنان في عنا نوع بهارات اسمه دقه كبه. هيدا دقه كبه بنلاقيه بكذا محل، ما بعرف اذا ببلاد برا اللي عم يحضرون هلا بيقدروا يحصلوا عليه، بس اللي ما عنده اكيد في يستعمل اذا البهار الحلو 7 سبايسز ملح شويه بهار اسود وبيعمل العجينه تبعه. بالنسبه للحشوه بتختلف شوي صغيره، على طول البصل لازم يكون دوبل عن البرودوي، يعني اذا نقول كيلو بصل سوري كيلو لحمه كليان بصل. اوكي اول شيء البصل الكميه تبعه بالطبخ راح تقل راح يزن، بس ما تتخيل الطعمه تبع البصل الزياده بالطبخ شو بتعطي فليفر قوي للحمه. اكيد تقليه بصله على النار مع زيت بنحط بس تاخذ لون المكرمل احنا بنقول له كارملايزد، يعني بنعملها كارملايزد مش بس تصير جوز، يعني كارملايزد تقريبا بنعملها ايه خلي تاخذ اللون البني المكرمل يعني. وحتى ولازم هون كمان تكون النار مش عاليه لما تحترق البصله، يعني لازم نكون واقفين على البصله وعم نخليها تستوي لتاخذ هذا اللون المضبوط قبل ما نزيد اللحمه. بنقليهم مع بعضهم مضبوط، بنحط البهارات نفسها اللي حطيناها بالكبه. اوكي وبنرجع بنشيلها بنبردها وبنرش عليها الصنوبر المقلى، بيكون ديجا مقلى صنوبر، بنحطهم على حشوه اللحمه. في ناس بتزيد لها دبس الرمان، هيدا شيء يعني حسب كل واحد ذوقه، بس الاساسيه هي مثل ما حكينا. هلا الصوره اللي نحن عم نشوفها اول شيء بس دقيقه بنها بس لانه يمكن انت ما كنت معنا من الاول، شيف جوزيف هو تلميذ فندقيه بلبنان بس هي ربيان ببيت شو بيقولوا بيت اكل وبيت مونه وبيت بالضيعه، وكان مثل على طول وكان عنده هالفاشن وانطلق فيها. هلا بترجع بتحضر الحلقه بتسمع القصه كلها. اوكي هلا بالنسبه لهيدي الصوره هيدي الصورة هي سوري بقى اوكي مش الحال. هيدي الصورة كبة قراص، كبة قراص معروفة الميزة اللبنانية السخنة. قررت اعمل شيء فمثل ما انك شايف الكبة من بعد ما تتقلى فتحتها بهذه الطريقة وعملت هيك مثل باتو مثل شخطورة صغيرة. وكمان نحن بنحب ناكل الكبة مع اللبنة او مع اللبن، في عنا كبه لبنيه معروفين نحن بلبنان بهيدي القصص الطيبه. فقلت انا ليش ما بحط لبنه بطريقه معينه بقدمها بهيدا اذا بدك الاليجنت، يعني عرفتي قدرتها اكثر. يعني اليوم الكريم باتيسير او الكريم شانتيه بنحطه بقلب الكيس بنقعد بنزين فيه الجاتو وهيك، طب ليه ما بنعملها باللبنه؟ ليه ما بنحطها على الكبه؟ شو بيصير؟ ف اشتغلت لهيدي الطريقة هيك المهضومة، حبة رمان هيك على كل وحدة هي ماشي، بس عملت فرق بالبرزنتيشن إذا بدك. It's very nice. عندي سؤال بالنسبة للبنة وبرجع بذكر الحضور إنه ما راح نفرغ المنزل على كل أسئلتكم. هيدي اللبنة حطيت فيها نعنع وثوم؟ 100% هيدي اللبنة متومة، في بقلبها نعنع يابس، في بقلبها شوي كتير صغير من حامض المعصور وفيها ثوم أكيد. واو اوكي رح ننقل على الصوره اللي بعدها. بطاطا عادي ما في يعني ما في شيء بقلبه هيك شوي معقد، بس الفكره اخذتها من بس نطلع نحن هيك على الضيع بيحطوا لنا بطاطا بالفحم وهيك، وهيدي البطاطا اللي عم نشوفها هي بطاطا مشويه، حبيت اقدمها بهيدي الطريقه هيك وجهه يكون لفوق، يعني اشتغلت على البرزنتيشن اكثر، بس هي اذا بدك عليها موزاريلا تشيز بارميزان تشيز
وفي بقلبها اعشاب يابسه، في بقلبها رومارين، في بقلبها حبق يابس، وفي بقلبها زعتر فرنسي يابس مرشوشين على الوجه ومشويه بالفرن من بعد ما تكون هي اصلا ديجا مشويه. يعني اعطيناها بس اذا بدك الجراتان من فوق اللون الاشقر، دوبنا الجبنه بهذه الطريقه وهيك قدمتها بهذه الطريقه. في ناس ما كانت تعرفها بالاول فكرتها نوع من خبز. هاي البطاطا. بطاطا. طيب بطاطا. نقول ورجيتكم الصوره ذاتس تيزر وراح شيلها لانه بدي اخذكم على ايطاليا. بدي اعرف الفيلم يلي حضرته انا عن ايطاليا شو صار انت وياهم. رح نرجع نكفي الصور ونجاوب على الاسئله، بنجاوب على الاسئله وبنرجع نكفي الصور. ايطاليا صراحه ما كنت متوقع انه يصير هذا الشيء معي. كان في عندهم ارتيكل بالجامعه، قرروا يعملوا نهار بالجامعه يحكوا عن الاكل اللبناني. فهي الخبريه عرفتها انا بعدين انه ليش صار هيك. فقرروا يتواصلوا مع كذا شيف لبناني موجود يعني بلبنان او برات لبنان يحكي عن هذا عن الاكل اللبناني وعن الميزه اللبنانيه ونقوني لإلي. وهذا فخر كثير كبير لإلي انه كون موجود باليونيفرسيتي بايطاليا بروما، كون موجود بالارتيكل تبعهم وبالحلقه تبعهم يلي صارت هونيك. تواصلوا معي وانا كنت اكيد كثير مبسوط بهذه الفكره وعملنا كونفرسيشن كثير حلوه وكتبوا عني ارتيكل عندهم بالجامعه. وبعدين يعني سالتهم كيف حبيتوا وحكيتوني وهيك، فرجعوا للشيء الاساسي يلي انا عم بشتغل عليه، هو كيف عم بقدر حول اليوم المطبخ اللبناني الميزة اللبنانية لشيء جديد. هذا لفتهم كثير وانا بنبسط اليوم انه قدرت يعني وصل المسج مش بس لإلي لغيري انه يعرف انه اليوم واو انه ليك الاكل اللبناني شو عم بصير فيه. وصراحة مكمل لانه مثل يقولوا في كثير مسج وناس بتتصل فينا انه لما بتجي لعنا على لندن، لما بتجي على يو اس اي، لما بتجي على مكسيكو، في كثير ناس بتحكي من مكسيكو من هونيك. فهذا الشيء بكبر القلب وبدي اجرب وصل هذا المسج بعد اكثر. شيف جوزيف اكيد لازم توصله لانه الباشن يلي عندك اياها انت يعني بتبين بالصحون اللي عم نشوفهم. هيدا الشغل يلي عندك اياه هيدا الشيء كثير مهم. وانا بس بحب خبركم انه شيف جوزيف بس عمره العمر كله باول الثلاثينات وصار عامل هالقد، وصل على ايطاليا، وصل على دبي، وصل على مصر يلي بعد ما خبرنا عنها. فيك تخبرنا شوي على مصر كمان لحقنا وطلعنا انترناشونال معك. مصر ايه يلا فكره مصر كمان رح اخبرها بهيك بشكل كثير سريع. مصر كانت هي لو وصلت لهونيك هو الشيء اللي خلاني اول شيء اترك بفتره معينه قلت لك الاكل اللبناني وبعد شوي انه لازم اعمل خبره ثانيه وكان ضروري اعمل هذا الشيء. مصر اختصرت لي اذا بدك سنين من الخبره لانه رحت اشتغلت استلمت شركه كيترينج وكان الكيترينج معروف بكل دول العالم. الكيترينج بيكون كل المطابخ ما في بقلبه مطبخ معين. فالشيء اللي صار هونيك يعني لكون صريح معك كان خسة اللولو روسو ما كنت أعرفها شو هي بوقتها قد ما كنت أنا كتير بالأكل اللبناني ما كنت أبداً عم بطلع لبرا. مع أنك كنت عامل الفرنش والأمريكان كويزين بلبنان شوي صغيرة بس ما كنت يعني ما كنت كتير متعمق بالموضوع. الشيء اللي ساعدني كتير بمصر أنه بظرف 25 يوم لشهر كنت مستلم كل الشركة. كان يعني في شخص عم بيسلمني استلمتها كلها. اليوم بعد حديت اليوم بسأل حالي كيف انا اليوم ما بعرف كيف لانه كانت ما لنا شركه كثير كانت كثير صغيره كانت شركه كثير كبيره ومغطاه كل مصر يعني كلنا بنعرف قد ايه مصر كبيره. عملت خبره كثير كبيره بمصر اخذت اللي بدي اخده. واذا بدك الفن بالرسم بالصحون يلي عم بتشوفوها اليوم
انا اخذتها من خبرتي اللي عملته بمصر بالكيترينج بالقصص الاجنبي واخبار ايه. فانا اذا بدي مزجتهم مع بعضهم وعم نطلع بهيدي النتائج اليوم. اوكي، اخذت معك على مصر مثل ما بيقولوا الاكل اللبناني والنكهه اللبنانيه. ولو قد ما بدنا نقول نحن انه كلنا بالميدل ايست بنطبخ بذات الانجريدينتس، بس على طول كل بلد بيبقى عنده شيء معين، نكهه معينه بيستعملها. شو دمجت بين شو طلع معك؟ لكن هونيك ما كتير قدرنا اشتغلنا على هذا الموضوع، لانه بتعرف بموضوع الكيترينج بالذات الجاست هو بيحدد شو بده. أوكي. يعني شو بده نوع الفود تبعه. فما كتير قدرنا نعمل قصص ميكس بين يعني اليوم بس يكون في عندنا كان منيو مصري ما كنا نقدر نغير ابدا فيه، لانه معودين هونيك الناس على هيدا الموضوع وكنا نحترم هيدا الشيء. وما كتير نقدر نشيل انجريدينت ونحط انجريدينت لضل نحن قادرين نقدم الشيء الصح. فهيدا الشيء ما قدرنا نشتغل عليه بمصر. اشتغلنا على بارت تاني انه نغير لهم البرزنتيشن تبع الاكل تبعهم نفسه بالطريقه اللي هن بيعملوه فيها، بس بطريقه واو يعني بإليجنت سبيشالتي. هن كثير بيحبوا الكشري، بيحبوا مقمر الحمام، كثير بيحبوا ياكلوا حمام، الحمام بالكريمه مع الرز. كثير بتشوف الستريت فود عندهم شيء مخيف ستريت فود عندهم، يعني حتى اخذوني ورحنا على الستريت فود تبعهم، كثير بيحبوا ياكلوا التشيكن ليفر، سوده الدجاج اللي عندنا نحن معروفه كثير هن بيحبوها بالستريت فود، ساندويشات، حتى فول المدمس يلي نحن بناكله بالترويقه بنعتبره نوع من نوع الميزه الترويقه، هونيك عندهم اياه ساندويش، يعني كثير بيحبوا ساندويش الفول، الطعميه، الفلافل عندهم شابوبا. ف هيدا الشيء اللي بيتميزوا فيه هونيك بمصر. يلا برافو. بعد عنا قبل ما نرجع على انت شخصيا، في عنا كان بعد ستوب لك بالسعوديه صح؟ نو انا حاليا بقطر. السعوديه لا مرقت بالسعوديه، اشتغلت بالسعوديه ولا نو؟ لا نو سعوديه لا بالسعوديه. اوكي رح نرجع هلا. قصدك عن الجوردن؟ جوردن اشتغلت بالاردن. بالاردن طلعت عملت منيو لبناني كمان كان سيجنتشر لإلي وفليت، يعني كان باوتيل 5 ستار بجوردن، عملت صحون كمان ما بعرف اذا بتقطع معنا هلا مش عارف. هلا رح نقطع صور ثانيه رح نكفي. وصلنا على هيدي الصوره يلي نحن الشغله الكثير حلوه اللي عم نشوفها معك، عم نشوف your signature food عم بتفوت على مطاعم وانت عم بتكفي، كأنه you are spreading your knowledge and your spirit. يعني عندك هالكرم انه عم تنتقل من محل لمحل تسلم المنيو وتكفي، وهيدي روح كتير حلوة لانه ببين عن كرم يلي انت البيت يلي طلعت منه. اكيد هيدا شو؟ هذا الشيء عامل كمان تقولوا سسبنس كثير على السوشيال ميديا وقت نزلته. اللي شايفينه هو كافي. بس اقول لك انه معنا فلوريس فروم مكسيكو، ومعنا جوزيف، معنا ناس من كارتاجينا فروم اندياس كولومبيا، ومعنا ناس من ناس من هنا حركة. وشو صار؟ أنا معك. أوكي. Can you hear me? Yes yes معك. قطع شوي يمكن الكونكشن مش عارف. أوكي. هيدي شو؟ اللي عم نشوفه هلا هو كفته، بس كفته كوردون بلو انا سميتها. معروفه كوردون بلو
هي أكلة بنشوفها نحن على طول بسويسرا. فاليوم أخذت أنا هذا الكونسيبت إنه كوردون بلو، ليش ما بنعمل شيء لبناني على كوردون بلو؟ فعملت الكفتة العادية المعروفة، الكفتة تبعنا هي البصل اللامبلاك يعني الفخذ اللحمة المفرومة مع البهارات والقرفة والبصل الناعمة والبقدونس. فعملت اليوم الكفتة العادية وحشيتها جوا جبنة وتركي حبش وشويت على الفحم وقدمتها بهذه الطريقة وعملناها كفتة كوردون بلو. So for those outside Lebanon, welcome to everyone from Lebanon. Nagam, ahla wa sahla fiik. Josiane Mansour is with us from Paris as well. I want you all to know that this is kafta. Okay, the picture you are seeing, this is kafta cordon bleu. As we see, this is the kafta that was made. It's a regular kafta with parsley and onion. Correct, Chef Joseph? It's 100% kafta al-adiyya. It's a regular kafta. Okay, it's stuffed with cheese and turkey, and then it's grilled and then cut and served this way. We have people, Leila from San Francisco, Jesse from Toronto, from Paris, from Lebanon, and from the States. I know we have done that past in the beginning. Hi, everyone. I have a question. The kafta, just a small trick. You open it okay. Flat the on the table. Yeah, yes. The kafta, we use nylon paper. الورق النايلون يلي بيستعملوه باللحام البوتشر. Nylon paper. We put the kafta and we open a square. Then we put in the center all the ingredients. So here we put the mozzarella cheese and the smoked turkey, and we close the rectangular shape. Okay. Okay. وفينا نستعمل زيت نباتي بس كرمال ما يضل في تراف عالي عن يعني خلي يصير shape واحد. يعني okay. We can use the sunflower oil and we close well. Okay. بنحطها بالبراد بنريحها على القليل 3 ساعات بس كمان ترتاح وتكمش بعضها زين وجريل نرجع نشويها على الفحم على حراره هاديه لو فاير. اوكي after you stuff it you open it rectangle shape on nylon paper then you stuff it with the mozzarella cheese and turkey. Then you close it, you put some sunflower oil on the tips, on the sides for it to seal well. But before you grill it, put it in the fridge for like 45 minutes. 3-4 hours. 3 to 4 hours? Yes, 3 to 4 hours. 4 hours before you grill it. And sahtain, something to try tomorrow. We all have kafta in the fridge. Let's go next. What's that? Next, هيدا حلوم بس اسمه حلومي تشيز حلومي. Okay. One from the delicious menu in Lebanon. الحلوم حبيت الفكرة إنه أخذها إنه البرودوي اللبناني الحلوم تبعنا ما في أطيب منه بالعالم يعني بتروح بتبرم الدنيا بتاكلي حلوم كله بيجي فاكيوم وطعمته طيبة وكل شيء بس الحلوم البلدي اللي عنا اللي بيطلع فريش ما في منه. فالحلوم اللي شايفينه اليوم عملت له بريدينج. It's a breading حلوم بس نقول breading يعني طحين بيت كعك إذا بدك باني على الانجليز بالفرنسي بعملها breading للحلومة مع شوية أوريغانو مع الكعك ليعطي هذا الفليفر الطيب من برا وأكيد بنحطهم بالفريزر ليرتاحوا 24 hour after 24 hour we can fry or we can bake. الشيء اللي شايفينه على الوجه This is cherry sauce, الكرز عنا اللي بيطلع بلبنان بينعمل مربى كتير طيب مع بعض المزات اللبنانية عم تطلع اليوم بهذا العصر اللي احنا وصلنا له. So cherry sauce تنعمل شوي صغيرة تنغلى على النار أكيد من بعد ما نجيبه احنا من السبلاير هو مربى تنغلى شوي صغيرة على النار هيك لتعقد بنرجع بنحطها على هيدي الكومبينيشن خيالية هيدي طعمة خيالية عم اطلع هلا تحت دراسه
شو صار؟ Exactly. I said welcome Floris from Mexico as well. Marlene, حبيبي مامي خلي لك إياه. خلينا إياه للشيف جوزيف يعطيها. هلا رح نرجع لك. Just want you to know this is حلومي, breaded حلومي with the flowers, egg and breadcrumbs. And then you either fry it or what's on top is the cherry cherry jams that we do in Lebanon. هو مربى الكراس cherry jam. It's the dark cherries, and then you have the green on top. It's really something that looks delicious, and it's taking the halloumi that we eat it everywhere around the world to a different level. And that is the famous hummus. Hummus. حمص okay. عادي حمص العادي ريجولر حمص بس حبيت اقدمه واعطيه طريقه جديده بالتقديم غير شوي صغيره عن الحمص المبروم بالصحن اعمل شيء جديد احترم الحمص اذا بدك انا على طول بعتقد باخذ هيدا المعنى بالشغله بحب احترم البرودوي اللي عم بستعمله فقدمته بعيد حطيته بكيس قرطاس للحمص كيس piping bag وقدمته بهذه الطريقة المهضومة ما في شيء special. This is regular hummus as Dr. Chef Joseph said a very important word. He said he respects the ingredient and the food and the culture of the food as it is. What he's trying to do is just trying to add a flavor, but this is simply the same hummus. And the trick he taught us why the hummus becomes like this in restaurants where we serve it, it's because like it changes the water after you boil the hummus many times. And if you can try to peel them, the more you peel them, the more the hummus will be soft. As for the eggplant, baklagan, you add laban, but to the hummus, you do not add laban. Okay, let's see if we have, I think we covered all the pictures we have. They were really so many pictures that we are starving now. We're going to go back to some of the questions. Thank you, Leila. Yes, mrabba is jam. The session, as I told you, will be posted on iChannel for all of you and on my page and Chef Joseph's page. Let's go back to the beginning, see if there are any questions that we did not answer. And after that, we go through a few questions that I have. Hanan, hello, Sahla, Jihad, Karen from Frankfurt, Zahia, Marina Sif from Lebanon, Basma's watching. Naham, hala am taqsha kull al questions, right, Chef Joseph? هو الوحيد اللي منه فوتو. He's a real chef, indeed he is. And actually, what I like, Chef Joseph, it's that you are teaching us really what you know because this is so important. What is zauba? Zauba, please, can you explain what is zauba? Zauba or zuba? It's Lebanese za'atar, Lebanese thyme. Okay, zuba or Lebanese za'atar that we found in our lands in Lebanon. So that this is why it's za'atar. Leaves. بري وصار هلا عم ينزرع يعني بطل بري كثير بس أوكي. البري طعمته سبيشال تجي اوكي وي هاف ماريبيل اوليفيا اهلا وسهلا جاكلين جبران حنان جوزيان منصور ليلى Presentation is very important, exactly. بدي وجه تحية لليلى، ليلى على طول بتحكيني من برا و عطول كوميونيكيشن انا وياها وبتحب كثير الصحون ميرسي كثير لها اهلا وسهلا ثانك يو لك مها رستم سؤالك هو السؤال اللي رح نحكي فيه هلا رح نرجع لك نغم حنان بيست وان الشنكليش رئيتها ضيقتها
نغم لارا نمر اوكيل منقوشه بتشهي الفيرا بليز اتهم راح على كوكينج سكول راح على الفندقيه اوكي اوكي عندنا ادفايس كباب حومه برغل بدنا نحط للحمه اتس ريجولر ريجولر حكينا قبل شوي عنها مها راح ارجع عدلك الكيلو اللحمه بده كيلو برغل لو عم تعمليه كباب عادي يعني بتعمل الخلطه 1 كي جي ميت 1 كي جي برغل وتحط السبايسز او الفليفر والفيجيتابل اللي انت بدك اياها وات ايفر افتر ذات يو كيپ ات فور 1 اور 1 اند هاف اور ان ذا فريج يو ميك ات سكيورز اند يو جريل ات اتس ايزي مها على فكره كمان من الناس اللي عندها باشن بالطبخ وعلى طول شطوره اكسلنت عندنا ليلى نغم اوكي فلوريس يزيد شيف جوزيف فروم كولومبيا حنان من لبنان باريس ماريبيل منصور من لبنان ليلى من سان فرانسيسكو مارلين منصور ما بعرف اذا بتعرفها مارلين هي الوالده بعرف مامي خلي لك يا مارلين حنان منصور you should be proud of your husband خليكم لبعض هلا عنا كم سؤال for the kibbe beef of or lamb for the kibbe beef top side يستعملوا top side للكبه اهم شيء top side تكون عم تستعمل مش lamb lamb اذا بدك منروح فيها لكل شيء اذا عم نعمل شيء ستو يعني يخنه فينا نروح باللان إذا عم نعمل كفتة منروح لللان عم نعمل كبة نية منروح لللان بس الكبة المشوية أو الكبة إذا عم نعملها بصينية نفوتها على الفرن نستعمل التوب سايد وفينا نزيد يعني إذا بدنا شوي صغير تكون مور فاتي فينا نستعمل نحط شوي لان بزور منحطها بس هو الأساسي تبعه هو بيف والسؤال الثاني لحمة المعزة اوكي لشو بتستعمل برأيك بنصيحتك لحمة المعزة قليل اللي بيستعملوها بس انه يعني فيها تكون مثل اي بيف نوع معين يعني توب سايد او لملك او حيال شيء بس انه بتكون شوي ديفرنت اكتر فيها فات اكتر فينا نكون اليوم عم نعمل كبه بهيدي اللحمه ما في اي بروبلم عندي سؤال tips for the barbecue for the grills بشو بدنا ننقع اللحمه قبل بيوم والدجاج والكفته اذا في اشياء معينه وtips بالشوي هيك اليوم صار في نقعات كثير بطلنا اليوم محصورين بنقعة معينة وحدة أو ثلاثة أربعة هني خلص هني السبيشل أو شيء بس أهم شيء اليوم بس كنا نحن عم نعمل جريلينج أو مشاوي نكون عم ننقع يا اللحمة يا أو الدجاج أو السمك أو الشمب أو الكوتلت أو الهاف تشيكن فروج عطول لازم يكونوا على القليل 24 hour بالمارينيشن يعني ما حدا يستعمل شيء قبل 24 hour لأنه ما رح ياخد نتيجة المضبوطة لا ينبسطوا بالتكتشر وكرمال اول شيء ترتاح اللحمه ترتاح الدجاجه يعني تبطل مثل ما بيقولوا مكبشه على بعضها اهم وساعتها بس تعملي انت هيدي العمليه وتريحيهم 24 اور فيك تشويهم على النار بس اكيد يعني الكفته قبل شوي حكينا على الكفته كوردون بلو كمان الكفته السكيورز بده يكون حرارته واطيه بس نحكي لحمه طوق بده يكون حراره ميديوم كرمال اول شيء ناخذ الاستوى المضبوط ونضلنا محافظين على الجوس اوكي ليش انا بحكي الكفته لو فاير اليوم اذا حط الكفته اليوم دغري تستوي بطريقه سريعه كثير لانه اول شيء اللحمه بتكون كثير رقيقه على السيخ سو بس نحن نشوي الكفته بحراره عاليه راح تستوي من برا ومن جوا راح تضلها نيه وما راح ننبسط فيها بس نعملها بطريقه رو رح يضل الجوس كله موجود يعني خواص البصل رح يبلش يعطي انت بيقولوا مفعوله اللحمة نقدر ناكل كفتة طيبة ومستوية وجوسي
في كتير نقعات للحمة وللطوق، يعني الطوق معروف في الأبيض وفي الأحمر، لبنان معروفين. إذا ما نروح نحكي بالأبيض، هو أكيد لبن مع توم بيست مرهم، الجارليك بيست، حامض، ملح، بهار أبيض، زاد ست، هيدي نقعة الأبيض. إذا نحكي على الأحمر، الأحمر في كذا طريقة، فينا نحط رب الحار مع رب البندورة توميتو بيست، فينا نزيد لهم زيت نباتي، أكيد بنحط له كمان توم بيست بقلب النقعة تبعها. في ناس بتحط أوريغانو، بتحط أوريغانو بتعطي نكهة كتير طيبة، بس بطل البيور اللبنيز اللي هربين عليه. نقطة حامض معصور وزيت ست، هذا الشيء العادي اللي نقدر نعمله. فينا نضيف له شيء كتير طيب للحمة، هو عصير أورنج، بيعطي هيك طعمة كتير طيبة اللي بيحب يجربها كمان، ويمكن يعطي اللون شوي كارميلايز. عندنا الحرارة الواطية على اللحمة ما بتكب ميتها 100%، بس نحن اليوم عم نحكي مشاوي، يعني إذا عم نعمل شيء بالطنجرة غير فرقت. يعني اليوم إذا عم نطبخ شيء بيخنة أو عم نقلي لحمة لحيال أكل تاني، أكيد بدها تكون حرارة عالية، لأنه من بعد ما نطفله الصوص أو الماي أو الوات أفر محضرينه على جنب، بيرجع بيستوي اللحمة مع خواص الخضرة إذا بدك، أو خواص الجوز يلي بده يكون منضفله. بس إذا اليوم عم نعمل لحمة على المشوى، أكيد بدها تكون حرارة وسط مش عالية، لأنه نار عالية على لحمة رح تحترق ورح تضلها من جوا رو نية. في عنا حدا طالب رندا أديب طالب روسيت للصفيحة، فينا نعطيها تبس؟ صفيحة أكيد مثل الصفيحة اللي بعلبكية عنا بلبنان ما رح يجي صراحة، بس أكيد وين ما كان فيها نقدر نعمل صفيحة. الصفيحة لازم تكون لامبلاك، ضروري تكون هبرة 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 هبرة، تنطحن على المكنة مع البندورة والبصل كلهم سوا بنفس المكنة، مع البندورة والبصل والملح والبهار حلو والسفن سبايسز، بينطحنوا كلهم مع بعضهم، بصير في عنا هذا المزيج اللي لونه هيك إذا بدك على أحمر غامق، هذا اللون نقدر ناخده منريحها شوية صغيرة ونبلش نستعملها بالعجينة. ما حدا يخاف انه اللحمة تقريبا بطلت كامشي، بطلت عجينة، صارت هيك مثل على ماي، ما حدا يخاف، لانه هذا الشيء الاساسي بالصفيحة، لانه بس نرجع نحطها بالفرن هذا الشيء رح يرجع يساعد ورح تنشف ورح يعطينا هذا الجوز بقلب الصفيحة. فاذا كانت اللحمة كثير ناشفة وطلعت معنا عجينة، ما رح ناخذ نتيجة كثير طيبة بالصفيحة ابدا. طيب شيف جوزيف اليوم بقطر، شو عم بيعمل شيف جوزيف بقطر؟ اليوم عم نحضر اثنين كونسبت، موجود انا بقطر عم نعمل اثنين منيوز لاثنين كونسبت مختلفين، اذا بدك جديد بالنسبه لإلي، تشالنج جديده وجديد بالنسبه لقطر للدوحه لهون. اثنين كونسبت رح يكون شوي مختلفين، ما كتير رح احكي تفاصيل عنهم لانه بعد ما 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 ما, ما صاروا ريدي، بس بقدر اقول انه في واحد منهم رح يكون ميديتيريان كويزين من كل بلاد الشام، اذا بدك اخذين نكهات وسبايسز من كل بلاد الشام، نروح على مصر، العراق، نبرم، سوريا، الاردن، لبنان، اخذين هذه النكهات كلها ودمجينا بمنيو كتير مهضوم صغير، وبالطريقه يلي انا بشتغل فيها بالفيوجن ستايل بالاليجنت بالبرزنتيشن رح يكون شيء كتير حلو، يعني بس نحكي بتفاصيل اكثر فيه بس يصير ريدي. عندي سؤال اكيد لقاء ثاني ما تعطى الهم، عندي سؤال ثاني سالتك يا حدا، شو اللي وات انسبايرد يو تصير شيف؟ إذا بدك الشغف، الباشن هو عامل أساسي بأي مهنة اللي كانت، بس يكون شخص عنده باشن وحب لهذا الشيء بخليه يكون قادر يعطي نتيجة رائعة بشغله. وحكينا قبل شوي يعني أخذتها إذا بدك من البيت من الأهل، يعني ليصير واحد شاف بلبنان مش بعيد كتير، لا
لانه نحن ربيانين على الميزه اللبنانيه، ربيانين على الاكل ستريت فود. نحن اول ناس اخترعنا ستريت فود بالعالم بلبنان، اول ناس اخترعنا ستريت فود هو نحن، وبعدين وصلت لبرا وصاروا يطوروها ويعملوا ستريت فود فيستيفال برا ويشتغلوا على الموضوع. فنحن ربينا على هذا الشيء، وهذا الشيء بيعطي الباشن حسب اذا الانسان هو يعني متعلق بالموضوع وقبل يكفي بهيدي الشيء. طيب السؤال يلي انا كنت ناطره اسالك اياه، شو في حادثه معينه اثرت فيك بحياتك خلتك هالقد تعطي من قلبك للعالم؟ ما بعرف لمحيلي ما اذا حكي شيء انا شو ما بعرف. انت شو في شيء بين انت شو بتحس انه هيدي الحادثه الشخص شيء صار معك بحياتك خليك تصير هالقد باشنت اباوت كوكينج جيفينج هالكرم يلي عندك هالطريقه الحكي اللي بتحكي فيها من قلبك ما عندك شيء مخبى عندك هالثقه بحالك؟ لك اول شيء يعني الاندفاع لهذا الشيء بيلعب دور، الباشن لعب دور عندي كثير كبير. وانا من نوع الاشخاص يلي بحب اعلم، يعني ما بحب انه اعمل شيء وما افسر عنه او ما اخبر العالم هيدا شو. لا اليوم بتعرفي انا بالنهار بيجيني 5-6 ايدياز براسي وبحطهم نوت وبدي بلش اشتغل عليهم طبقهم لاطلع منهم شيء. اليوم ما في ولا صحن بقدر انا اخبيه عن العالم، بحب اعلم من قلبي لكل الناس، لانه كل الناس اليوم يعني حقها تتعلم هيدي القصص ويصير في عندها مثل ما بيقولوا خبره من الناس تاني. مثل ما انا بيوم من الايام كمان اخذت خبره من غيري، يمكن اخذت الباشن من غيري. كل حدا بالحياه قطع بمرحله من حياته واعطاني فكره. اذا بدك ما بعرف الحب العاطفة يعني ما بعرف، بس اذا في شيء معين انت عم تدور عليه يعني ريت بس بتلمحي لي. جوابك از اكسلنت. انت وليلى جاوبتوا سوا، هي عم بتقول لي انه لما تطبخوا للعالم هي لحالها كونكت اوف لاف 100%. انا في فتره كنت بدبي وبعدها لهلا موجوده، وصلت لمرحله انا بس يطلع الصحن من عندي لمين ما كان، حتى بقلب البيت عنا بين 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 عائلتي يعني اذا بدك، او بس كون باي محل اللي كان بوقف على الشباك او بتنقوز بنطر الشخص اللي عم بياكل اول لقمه من صحنه بس لشوف تعابير وجهه. ما بيهمني انا شو حس شو الطعمه، بيهمني تعابير وجهه، من تعابير كثير بيهمني هيدا الشيء. هيك بنبسط يعني بنبسط انا انه اليوم قدرت وصل اللي بدي وصله. بعتقد لازم عندنا حدا عم بيسألك إذا شيف جورج منصور بيقربك. شيف جورج منصور ما عندي فكرة، بدي أتأكد بدي أشوف. لا بدي أقول لك هي شغلة كتير مهمة. أنا البلد أنت وين بتحس انتمائك؟ أنت بتحس عندك هالمشن ماشي حامل لبنان وماشي ولا راجع على لبنان؟ لا لكن بلبنان اليوم المطاعم كلها والمزاد كلها بلبنان خلص، يعني احنا ربينا على هذا الموضوع، والاكل اللبناني انتشر بكل العالم ووصل بالنتيجه الصح. يعني اليوم اذا بتروحي على استراليا في شوارع باستراليا بتحسي حالك بلبنان، يعني تاكلي اللقمه بتحسي حالك موجوده بلبنان، ما في فرق. اليوم انا الباشن تبعي مش بلبنان، بدي وصل انا هيدي الفكره، هيدي على الفكره اللي انا عم بوصلها واللي شفناها هلا بالصور انا وياكم قبل شوي، هي اللي بدي اقدر اوصلها انا لاكثر قد ما بقدر. يعني بدي يكون يعني موجود وان شاء الله يعني ماشي بالطريق ان شاء الله. لبنان معك وكلنا معك. بتحب تنهي بكلمه قبل ما اسكر لليله؟ ماشي، ميرسي لك، ميرسي للكل اللي كانوا موجودين
وحتى من بعد اللايف اي حدا بده سؤال بده ريسيبيز، يعني في كتير ناس بيعرفوا بعطي ريسيبيز بلا 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 بسأل مين هن، مهم اقدر اوصل انا الطعم الطيبة ويكون العالم عم بيعملوا شيء انا قايلن عنه ينبسطوا، انا هذا اللي بيهمني انه ينبسطوا انه عم بيعملوا شيء يقولوا ايه شيف جوزيف اعطانا الفكره تبعها، هذا الشيء بيفرح لي قلبي اكثر من اي شيء. وثانك يو لك. بس شيف جوزيف منصور من راس بعلبك من لبنان، انت عن جد شرف للبنان انه يكون شاب مثلك حامل اسم لبنان برا وعم بيبرم فيه حول العالم. اليوم انت حامل كرم لبنان واخلاق لبنان وعندك اياها حاملها بقلبك. منحيي امك مره ثانيه وستك ومونه سته، وان شاء الله بيكون لنا لقاء نحن وياك قريبا مره ثانيه، والله يوفقك ورح نلاحقك ونلحق قصتك على فيسبوك. يعطيك العافيه لحضوركم كلكم، فيكم تحضروا الحلقه عندي وعند الشيف جوزيف وعلى الاي تشانل على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو للكل. ميرسي ميرسي. باي باي.